ورجعنا لكم من جديد على كوين فري. زي ما انت متعود من عندنا الجديد والحصري، انا النهاردة جايب لك هدية $5 مجاني من اير دروب منصة. زي ما انت سمعت كده، اير دروب منصة مضمون 100%. التوزيع طبعا هيكون خلال الشهر ده يوم 17 في الشهر الحالي. كل المطلوب منك عشان تقدر انك انت تستفاد بالاير دروب بقيمته $5، لازم تفعل الهوية. زي ما انا قلت لك كده، لازم تفعل الهوية، قلتها لك من بداية الفيديو. يعني ايه تفعل الهوية؟ يعني تبعت الباسبور بتاع حضرتك او تبعت البطاقة بتاعت حضرتك. طبعا بيقبل كل البلدان العربية وبيقبل كل الهويات، سواء كنت تبعت بطاقة هوية او سواء كنت تبعت باسبور. يلا ندخل في الموضوع على طول. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وندخل في الشرح. طيب الشرح سهل جدا والتسجيل سهل جدا، يعني انت هتسجل في خلال دقيقة وهتفعل الهوية بتاعتك في خلال دقيقتين بالكتير، يعني 3 دقايق، وهتستنى تاني يوم عشان يبعت لك الهدية. الهدية هتنزل لك زي ما انت شايف حضرتك، هتنزل لك على عملة الكلب، مش كلب، عفوا هي اسمها كليب، ولكن هي في النطق بتاعها بيكون كلب. طيب هتنزل لك في الكليبر زي ما انت شايف عملة 70 عملة، عاملة $5. تقدر انك انت تسحبها على بينانس، تقدر انك انت تسحبها على تورس وايت، تقدر انك انت تسحبها وتبيعها على نفس المنصة. طبعا البونص هيوصلك 100% فري، مش هتقدر انك انت تدفع حاجة، هتوصلك مجاني $5 مجاني. ايه المطلوب منك عشان تاخد البونص؟ هتعمل لايك بتاعك الجميل وتمس عليا تحت في التعليقات، وهسيب لك الرابط كالعادة. عندنا ما بنسيبش اختصار روابط ولا حاجة، هسيب لك الرابط مباشرة، هتلاقي نفسك في صفحة زي كده. اول حاجة مطلوب منك هنا ان تختار رقم حضرتك زي ما انت شايف هنا. لو انت طبعا هتطلع لك تلقائيا تشاينا، فانت تيجي هنا تغير اللغه لو انت عايز تغيرها، فبتيجي تغيرها ما فيش اي مشكله. بتختار طبعا البلد اللي انت مقيم فيها او البلد هي بتاعتك اللي انت عايش فيها، بتختار طبعا اسبانيا. هنا طبعا بيكون الرقم، تاني حاجه هنا بيكون الباسورد، ولكن الباسورد بيكون قوي. رابع حاجه هنا بيكون الباسورد اخر حاجه، وبتقول له ريجسترار. طبعا انا ما عملتش حساب قدامك ليه وانا جاي اشرح لك؟ عشان هنا لو رحنا رجعنا تاني على البونص، هنا الشركه بتقول لك خلي بالك عشان ما تلعبش باللي انا كنت هعمله اللي هو بتاع احالات وتدخل والجو ده. بص احنا لو دخلنا على البونص كده عشان نشوف ايه شروط البونص قبل ما ناخد البونص وقبل ما نسجل وقبل ما نعمل الكلام ده، ايه شروط البونص؟ بص الشركه هنا بتقول لك للجديد فقط، للجديد فقط، يعني بتقول لك الجديد، يعني انت لو عندك كمان محفظه على المنصه ديت ومفعلها مش تقدر انك انت تستخدم البونص. انا واثق 90% من الناس اللي هي بتشوفني دلوقتي ما عندهاش المنصه ديت، لان المنصه جديده وحصريه زي ما انا قلت لك في البدايه، او 95 كمان في المية. فهنا بيقول لك كمان، هسيب لك الصفحه دي برده عشان تقراها براحتك. هنا بيقول لك ما ينفعش انك انت تعمل حسابات مزيفه، او ما ينفعش انك انت تعمل بهويتين، زي كمثلا انا هنا مقيم في اسبانيا وعندي هويتين، هويه عربيه وهويه اسبانيه، فانا ما ينفعش ان انا اعمل حسابين. يعني في الاول مثلا في كوين بيس كنا بنعمل، او في باينانس كنت تقدر انك انت تعمل حساب بالهويه العربيه وحساب بالهويه الاوروبيه. دلوقتي في الكلام ده ما ينفعش انك انت تعمل، يعني انا باختصار الكلام ده ما ينفعش انك انت تعمل اكتر من حساب، وما ينفعش كمان انك انت تستخدم الفي ان. لو اكتشفوا انك انت عملت اكتر من حساب هيتلغي لك كل البونص وهينزل لك البونص صفر. طيب ايه المفروض منك عشان تطلب بعد ما بتعمل حساب؟ تلقائيا طبعا انت بقى بتسجل، او بعد ما بيكون عندك حساب في الموقع، التسجيل زي ما انا قلت لك سهل جدا وسلس جدا، مش محتاج منك اي حاجه. هتيجي هنا على الثلاث شروط زي ما انت شايف كده بالشريحه اللي فوق ديت، هتلاقي حاجه هنا، حاجات كتير هنا اللي يهمك فيها اللي هو الماي اكونت بتاعي انا. دي طبعا منصه يا جماعه، انت مش هشرح لك المنصات لان انت عارف طبعا شغل المنصات بيع وشراء وتبديل عملات والجوده. هتيجي على الثلاث شروط فوق زي ما انت شايف، هتيجي هنا على حاجه تاني اسمها تاني حاجه اللي هي الاي دي فيريفيكاسيون. زي ما انت شايف انا دلوقتي بعتها فيريفيكاسيون، زي ما انا لو دخلت كده تلاقيها 1 2 3 متعلمه صح. طبعا انا هسيب لك فيديو دلوقتي يشرح لك ازاي ترفع الصور بتاعتك، انا كنت مسجله ولكن سهل جدا وسلس جدا. طب عشان تبعت البونص او تسحبه والجو ده فين؟ كالعاده هتروح طبعا على الكوين ماركت كاب عشان تعرف العملة بتاعتك موجودة فين. هتروح طبعا كده تكتب في الاختصار بتاعك اللي هي كليب او كلب زي ما انت تنطقها بالعملة بتاعتك. الكوين ماركت كاب يا جماعة اللي هو زي السوق كده، تعرف فيه العملة موجودة فين، سواء سعرها قد ايه، تعرف عنه كل حاجة. فبتيجي تكتب طبعا اختصار العملة كي ال بي اللي هي زي ما انت كليبر،
زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي بتاخد 70 من العملة، 70 في 60 بوقت تصوير الفيديو عاملة 5 دولار او 5 دولار ناقص 4 سنت بوقت تصوير الفيديو. العملة على فكرة كانت عاملة 10 سنت قبل ما السوق ينزل. طبعا هتنزل كده على تحت تشوف طبعا لو انت عايز تشوف الهوم دلوقتي عاملين كانت قد ايه، هتاخد هنا 70 زي ما انت شايف 4 دولار 77 سنت، هي دلوقتي كانت عاملة تقريبا 8 دولار او 9 دولار قبل ما السوق ينزل. هتنزل تحت كده زي ما انت شايف هنا كل المنصات ديت بتدعم العملة بتاعتك، تقدر انك انت تسحبها على اي منصة وتقدر انك انت تسحبها وتبيعها على نفس المنصة اللي احنا بنشرحها. طبعا هسيب لك في الفيديو ازاي توثق المعلومات بتاعتك. التوثيق بيكون سهل جدا زي ما انا هشرحه لك كده بالظبط، سهل جدا وسلس جدا. طبعا لو انت وصلت معايا لحد كده ما تنساش تعمل لايك على كوين فري، وما تنساش لو خدت البونص ترجع تاني تقول لنا انا اخدت البونص. اول خانه بتختار مفتاح البلد، بعد كده بتختار سواء كنت هتبعت باسبور او رخصه قياده او هويه وطنيه، بتختار اللي انت يعجبك انت، بتختار طبعا الرقم الحاجه اللي انت هتبعتها سواء كنت هتبعت اي دي اللي هو الهويه الوطنيه او باسبور او رخصه كده، فبتكتب الرقم اللي هو موجود في الصوره اللي انت بعتها او في الهويه اللي انت بعتها. اخر حاجه طبعا بتكتب اسمك اللي هو مطابق برضه في الهويه اللي انت هتبعتها. طبعا انا بكتب اي حاجه عشان بعمل لك تسجيل. بعد كده بتقول له الصفحه الثانيه، بتبعت وش الهويه ظهر ووش زي ما انت شايف، بتمسك صورتك بالشكل ده والتاريخ اللي انت كتبت فيه وبس كده.